السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. جريمة قتل وسط مدينة عين مليلة. في منتصف الليل راح ضحيتها الشاب علاء الدين في مقتبل العمر، والشرطة تفك لغز الجريمة في وقت وجيز والقبض على المجرمين. إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه يا رب العالمين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.